تحية لكم مشاهدينا الكرام. يستمر فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة عملياته في سوريا، حيث يتواجد الآن في مخيم حندرات بمدينة حلب للاطلاع على واقع أبناء شعبنا في هذا المخيم والمتضررين نتيجة الزلزال. نحن الآن في مركز إيواء موجود في مخيم حندرات، حيث تقوم كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني بوضع الخطة وتحضير لآلية معينة لكي يبدأوا بتوزيع المساعدات والتحضير من أجل إقامة ورشة للدعم النفسي، لأن هنالك عدد متضررين كبير في هذا المخيم نتيجة زلزال حاصل وأيضا نتيجة الحرب أصلا التي مرت على مدينة حلب. حجم الدمار كبير وهناك حالة اقتصادية صعبة يمر بها أبناء شعبنا هنا تحديدا في مخيم حندرات. سنوافيكم بكل ما هو جديد لعمليات فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة هنا في سوريا، وسنكون معهم أينما حلوا، لذلك تابعونا مشاهدين الكرام.